السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي أعزائي ديالنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجبنا في يدينا الملح اللهم بارك، هذه مرة من مدينة فاس بقرة هولشتاين سداسية والدة عجل هولشتاين، كما قلت لكم سداسية يعني صغيرة في السن. الحليب ما بين 20 حتى 24 يترو، اللي بغى يجرب مرحبا. بالنسبة للثمن 23,000 درهم يعني 2,060,000. هانتوما شوفوا الدراس تبارك الله زين، اللي بغاها يتواصل مع موناها وما يكون غير خير ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا كيف العادة، ونخليكم الى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur, c'est avec un...